يؤدي أكثر من نصف مليون طالب امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من يوم غد. وقالت وزارة التعليم إنها أمنت سير الامتحانات وستوفر اختبارا بديلا خلال 3 ساعات في حال تسرب الامتحان الأساسي. المزيد في هذا الشأن ينضم إلي مباشرة دكتور رضا حجازي رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة. دكتور أهلا بك معنا في أون لايف، ماذا بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبلكم في وزارة التعليم لاستعداد الامتحانات الثانوية العامة وأيضا لتأمين اللجان؟ أهلا بحضرتك يا فندم. زي ما حضرتك تفضلت كده عندنا 592,388 هيتوجهوا يوم الأحد القادم لامتحان الثانوية العامة مادة اللغة العربية والتربية الدينية بإذن الله. عايز أقول إن الأسئلة موجودة في المديريات وفي المحافظات، وصلت بالفعل. عندنا حوالي 1642 لجنة سير فيها الامتحانات، طبعا فيها 1642 رئيس أيضا لجنة. عايز أقول لأولادي خلي بالكوا الجدول ما فيش فيه تغيير، الجدول معلن على قاعدة على الوزارة، واللي هيبدأ بإذن الله يوم الأحد القادم اللغة العربية والتربية الدينية. عايز أقول لهم كمان يتوجهوا إلى لجان الساعة 8:30 علشان نعمل لهم المسح الإلكتروني بالعصاية الإلكترونية علشان يدخلوا اللجنة بدأوا الامتحان الساعة 9 وميبقاش معهم موبايل، لأن عايز أقول لهم أن حيازة الموبايل أصبحت الآن جريمة على طول بالنسبة للطالب، تحرمه سنة من الامتحان. طبعا الطالب بيخضع لقانون الطفل فما فيش له حبس، لكن الحبس قد يكون يطول على طول جميع العاملين باللجنة أو خارجها لمن نشر أو روج أي أسئلة من أسئلة الامتحان. نعم دكتور، بشأن مكافحة الغش الإلكتروني، يعني ما الذي اتخذتموه كإجراءات احترازية لمقاومة هذه الآفة التي انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية؟ هو حضرتك طبعا احنا عندنا لجان الكترونيه في الوزاره وعندنا جهات امنيه بتعمل مع الوزاره بقوه جدا، واحنا بنتتبع هذه المواقع. كمان احنا عاملين حاجه في الورقه الامتحانيه تقدر تكشف عن هويه الطالب لو شير جزء منها، وهنجيبه على طول وهنعلن في المؤتمر الصحفي اسمه واسم الناس اللي كانت بتلاحظ عليه. ودي انا بقول لاولياء الامور خلوا اولادكم ما يروحوش بالموبايل، وانتوا كمان يا ريت ما تروحوش لهم جنبهم جنب اللجنه، سيبوهم هم يروحوا، هي سنه عاديه جدا علشان ولادنا يقدروا يحصلوا ويقدروا يجيبوا. بالنسبه للاختبار الاحتياطي او اللي حضرتك اشرت اليه، احنا اللجنه وضعت 4 اختبارات منهم واحد الطبع، وعندنا لسه 3 احتياطي، يعني نقدر في زمن بسيط نقدر نطبع الامتحان ونمتحن. طبعا في حالة لا قدر الله، وده بإذن الله لن يحدث تماما وعلى ثقة أنه لن يحدث، إن لو حصل تسريب، وأقصد بالتسريب هنا أن الامتحان يطلع قبل موعده، يعني قبل الساعة 9 صباحا، أما بعد الساعة 9 صباحا فهذا غش إلكتروني، ده موضوع مختلف تماما. نعم دكتور، الإرشادات التي تقدمها لطلبة الثانوية العامة أثناء الامتحان، طريقة أداء الامتحان، التنظيم داخل الورقة وما غير ذلك. ده كلام كويس. أولا لازم الطالب أول حاجة يعد كراسته، لأن الكراسة فيها عدد من الصفحات ممكن تكون 32 صفحة، فيتأكد أن كراسته كاملة مش ناقصة، يتأكد أن طباعة كراسته في ال5 دقايق الأولانيين مظبوطة، ما فيش فيها ورقة مشطوبة أو ورقة أو كلام مش باين، ولو هو عنده كده لازم يطلب فورا أنها تتغير له. الحاجة اللي بأكد عليها لأولادي أن الأسئلة الموضوعية اللي هي الأسئلة اللي لها اختيارات زي السؤال الاختيار المتعدد، لو جاوبته أكتر من مرة هيضيع، ولذلك لازم تأكد ان في إجابة واحدة هي اللي موجودة. وطبعا لو جاوبت وعايز ترجع في كلامك او عايز تغير، اشطب على الأولانية وخلي في إجابة واحدة بس اللي تتحاسب عليها. اما بالنسبة للأسئلة المقالية لو حبيت تعمل إجابة اخرى اعملها، وانت في الحالة دي هتقدر، والاعلى تقديرا هي اللي تتاخد، لكن بنصحك ما تلجأش لده كتير علشان ما يكونش على حساب وقتك. برضو في التدريب الاسترشادي اللي فات كانت الطلاب ابنائنا بيحلوا كل الاسئله الاختياريه، على فكره ده مش صح، لان ده هيكون على حساب الزمن المخصص ليك، وممكن يكون في اسئله اجباريه انت ما لحقتش تحلها. يا ريت تحل المطلوب منك، ولما تخلص خالص وحبيت تضيف حاجات تبقى تضيفها بعد كده. نعم، أيضا ماذا بشأن المعايير والتوجيهات التي أصدرتموها للمصححين الخاصة بلجان التصحيح والكنترول؟
ده كلام رائع. احنا الحقيقة بالنسبة للتصحيح في آلية، طبعا الناس قلقانة تقول لك الكراسات، لان احنا عندنا الكراسة فيها لها اربع صور الف وباء وجيم ودال. هيتصحح ازاي؟ بعد ما الكراسة بتتخلص من اللجنة، الطالب بيخلصها، بتروح الكنترول، بيدي حاجة اسمها رقم سري بيدق. بعد كده بتتفرز الكراسات دي، الالف يبقى لوحده والباء لوحده والجيم لوحده والدال لوحده، والالف يروح حجرة والباء حجرة والجيم حجرة وهكذا. ثم يتولى كل معلم تقدير عدد من الدرجات، عدد آسف من الأسئلة، وفق نموذج إجابة واضح ومحدد. وأنا كانت التوجيهات صريحة وواضحة، يجب أن يعني لا نلتزم فقط بحرفية نموذج الإجابة، ولكن يمكن جوهر الإجابة إذا الطالب عبر عن الإجابة وهي صحيحة تماما تؤخذ الدرجة تمام. أنا بقول أن برضو نصيحة للطلبة، يا ريت تجاوب إجابة في المختصر المفيد اللي هيجي لك الدرجة مباشرة، لأن محدد لك المساحة، والمساحة اللي موجودة دي الواضع الامتحان هو اللي عارف، هو اللي محددها ومحدد مساحتها، وبالتالي هو عارف الإجابة المفروض تكون فيها قد إيه. ده الجزء اللي أنا بقوله للناس. بقول مرة تانية إن الإجابات المختصرة دي أو الأسئلة القصيرة اللي إجاباتها هتبقى مختصرة، إن شاء الله هيبقى في دقة في التصحيح بإذن الله. إلى جانب الاختصار دكتور، ما هي الممنوعات والمحاذير التي ينبغي أن يتجنبها الطلاب داخل الورقة كي لا يفقدوا درجات؟ ما أنا بقول لحضرتك، لو هو السؤال الموضوعي جاوبه مرتين ده هيفقدوا درجة السؤال كاملة، لازم يشطب على واحدة ويسيب واحدة. هل يعني الالتزام فقط بلون واحد في الإجابة؟ ممنوع استخدام ألوان؟ طبعا الالوان، لون الازرق والقلم الرصاص هو واحد من الحاجات. كتابه اسمك او ما يش او ما ي او ما يوضح شخصيتك في كراسه الاجابه يعرضك للمساءله فورا. يعني الطالب لا يكتب اسمه داخل الكراسه، ولكن يكتب اسمه على غلاف الكراسه من الخارج فقط لا غير. نعم، شكرا لك. الطالب برضو نصيحه بقولها لاولادي، لو انت عايز تجاوب اجابه تكمل الاجابه، اشر الاجابه وقول ان ده باقي الاجابه في المسوده، وعند المسوده اقول ده باقي اجابه كذا، علشان المصحح او المقدر يروح يقدرها ويرجع لك مره تانية. وان شاء الله انا بقول لاولادي اطمئنوا جدا، احنا كل اللي بنعمله ده علشان نضمن لك حقك، ويبقى عندنا امتحانات نزيهه وعادله، وان شاء الله ثانويه عامه ان شاء الله جميله باذن الله. إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. شكرا لك، كنت معي مباشرة دكتور رضا حجازي رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة.